أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. مثل ما بتعرفوا برنامجي خبرياتنا بلا حدود منوع، وكل مرة بسلط فيه الضوء على المشتركين ولجنة التحكيم، سواء من خلال فيديوهاتهم اللي بيعرضوها خلال البرايم أو من خلال تعليقات لجنة التحكيم، لكن دايماً رح تكون بطريقتي. مشاهدينا، لجنة التحكيم دائماً إلها آراء مختلفة، وطبعاً هاد هو الصح عشان المشتركين يقدروا يستفيدوا من مشاركتهم في البرنامج. أول شيء مبدع جداً، فحبيت الشغل على الصورة ككل، بس في شغلة ما عجبتني بالفيديو، بالنسبة لي كان شوية مخيب للظن. أكيد حدا معصبك اللي عملتي هيك، يعني قد ما يكون أوريجينال كل ما حيوصل للناس أكثر. لا بالعكس، أنا حبيت بالأخير الدراما مع الصدى، يعني دي حاجة اتفرج عليها وعملها ريتويت ولايك وكله. يارا فايا والمنصور أحياناً بيتفقوا وأحياناً كتير بيختلفوا. ما ده الحلو انك قلتي في الفيديو كده، بس في حاجه يارا ما شافتهاش في الفيديو. شو هي؟ خدتيش بالك؟ اكيد خدت بالي، ده ما فيش حاجه انا ما خدتش بالي، لان هي من ساعه الفيديو ماشي. طب وبعدين فين فئه الكوميدي اللي انت جاي تمثلها؟ انا صراحه كمان شوي تشتتت، يعني حسيت اي حدا كان قادر يعمل هذا الفيديو. صحيح خبري، اتفقتوا بالراي؟ برايك قدرت نور تجمع بين المغامره وفعل الخير بهالفيديو؟ يعني انا شايف يارا هي اجمعت ما بين ثلاثه بوظه، بس انا شايف فيديو اتس سيف. بس انا كتير حبيت الفيديو. انا عكس وائل، انا ما كرهتش الفيديو على فكره، الفيديو حلو بس بقول اتس سيف. انا حسيته للفيديو سيف. اتفق مع فايا ويارا. ايوه وائل، انا بعطيكم الشيء الايجابي، تعال عندي. اوقات لو افورتي في الفكره ممكن تقلب ضدك، انه الموضوع يبقى ساخر، وممكن اختلف شويه في حته نقطه فايا. صح يا يارا؟ لا انا ضد، لانه عن جد اوقات بعالم التجميل بصير في ادمان. كمان انا مثل وائل بتفق مع وائل اكثر من يارا. ده بصراحه تو بي اونست انا اختلف معاهم شويه. الفيديو ده يعني عبقري. لا انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ خلاص عيد المرأة خلص. في ايه؟ لحظات مصيرية كانوا بيمروا فيها المشتركين في كل برايم، وبيعيشوا في كل مرة مرارة الخسارة والفراق. مبروك لعبد الرحمن. للأسف سارة، بنتمنى لك كل التوفيق. أما إبراهيم الكوري فبنودعك، وأكيد تمنياتنا لإلك بالتوفيق. ماريلين بنتمنى لك كل التوفيق. محمود أشرف من مصر مبروك. أما الخاسر فهو زاهد فيلم بان، تمنياتنا لك بالتوفيق. التحديات الجاية أكيد رح تكون حماسية لأقصى حد، وكل واحد منهم مستعد لأي مفاجأة وعنده الإصرار ليستمر بتحقيق حلمه بالوصول لما كانت مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. ومع التحدي الخامس وموضوع التعبير عن حب الوطن والتعريف عن بلد كل واحد من المشتركين بخمس نقاط وبطريقته طبعا، ومع نور الدين اللي حاول يقدم شيء مميز، التحدي ابتدى. نتابع كيف نور الدين عرفنا على بلده. فيصل الياسري، المخرج العراقي اللي عمل على مسلسلات عربية وعلى الكثير من الأفلام العراقية خلال مسيرته، وعمل على أول فيلم عربي كرتوني طويل بعنوان الأميرة والنهر عن حضارة وادي الرافدين. وبعد 29 سنة السينما العراقية تعود وبقوة من خلال فيلم الرحلة، من إخراج محمد الدراجي وبطولة زهراء غندور، ويناقش الفيلم أحداث العراق بعد الحرب. ورغم كل المصاعب نحن لن نستسلم، إلى الأمام يا عراق. وكان رأي يارا كتير حلو، واستفادت من المعلومات اللي قدمها نور الدين وحبت كتير الفيديو. صورة نور الدين بشكل عام كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع. الفيديو حلو كتير، فيه معلومات عن السينما العراقية أنا ما بعرفها، وتفاجأت صراحة قديه كان في إنتاج ضخم، 30 مليون دولار ضخم، يعني بالسينما العراقية. أي سنة؟ 83.
فحبيت الفيديو. كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع، كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. فايا كمان حبت التسلسل الزمني اللي استخدمه نور الدين بالفيديو وعطاها أمل كبير. وطبعاً مشاهدينا نحن بالأمل بنقدر نحقق شو ما بدنا. برافو عليك يا نور الدين، أبدعت. حبيت الفيديو كتير، حبيت التسلسل الزمني اللي شفناه يعني، والصورة تبعك حلو، الريبورتاج يعني كيف بلشنا بالأسود وأبيض، وجيت وحبيت الرسالة بالأخير إنه نحن ما رح نستسلم لأنه العراق بلد منتج للفنون والثقافة. أعطاني أمل الفيديو وكتير حلو، حبيت. شكراً. لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقين، لسه في الأيام أمل مستنين. فاصل ومنتابع سوا. أما في البرايم السابع اللي كان عن الإدمان، قدم المشتركين فيديوهات وأفكار مختلفة، وجنان وكيل من سوريا عن فئة الشعر قدمت فيديو بطريقتها. أرجوك ساعدني، أنا لست مغفلة لكن قلبي يحترق. إن أخبرتك بأن هذه النار تؤلم أكثر من الاختناق والغرق والاحتراق، هل ستأتي لتخمد حريقاً أشعله أحدهم في قلبي؟ رمى عود ثقاب وهرب. وأول تعليق على فيديو جنان كان من كارلا، وكارلا قالت يضرب الحب شبزل. شكلك يا كارلا موجوعة بالحب. يعني فعلاً يضرب الحب شو بيزل أوقات جنان، مظبوط؟ هيدا إدمان التعلق العاطفي. يضرب الحب شو بيزل، يضرب الحب وين يضرب الحب، أبنشبع منه منين، يضرب الحب شو بيزل، يضرب الحب. وكان رأي يارا بأنه الرسالة وصلت وكانت كتير واضحة. مثل يعني مثل ما دايما الكلمات الشعر اللي بتختارهم كتير مؤثرين، وخاصة اللي لفتني إنه هي وعم تحكي أول شيء الشعر صوتها في حزن، في مرض، في اختناق. صحيح، يعني بتبين لنا هذا الشيء. مزبوط مزبوط مزبوط. أما محمود أشرف من مصر فقدم شيء مزج بين التوعية من الإدمان والكوميديا، خلينا نشوف سوا. أنا مدمن سوشيال ميديا بقالي سنة ونص، من ساعة ما فتحت الفيسبوك وانا حاسس ان الوقت بيضيع. عندك حق يا ابني، وده كلامي صح، ما بتعمليش لايك يا دكتور. بسمعك يا ابني كمل. امي بعتت لي ادمن من اكونت اسمه عفيفة بجمال، وحطيت لي كومنت صورة وردة مكتوب عليها صباحك من الدي بيتهب بيتعب. يا دكتور انت بتعمل سين وما بتردش عليا ليه؟ صباحك من الدي، كمل يا ابني كمل. قررت اغير الصنف، رحت اليوتيوب لقيت الصنف مغشوش يا دكتور. طب ازاي يعني؟ شاهد قبلك مثلا، شفت فستان الفنانة لواحد على المصري، بفتح الفيديو لقيت واحد كاتب لي اتق الله يا اخي العزيز، هذا فعل حرام ان انا. اما يارا من كتر محبه الفيديو خلينا نشوف شو عملت. هاشتاج محمود اشرف، لايك لايك، ريتويت، تاج، منشن، دي تاج وتيم دي منشن. شكرا. هاشتاج محمود اشرف، لايك لايك، ريتويت، تاج، منشن، دي تاج وتيم دي منشن. شكرا. وفي نفس الوقت كان البلوك لوائل، قلتكم بيستاهل او لا؟ شكرا. وفي ايه كمان بزياده؟ تركي البلوك لوائل، وائل بيعمل البلوك لوائل. شفتي كارلا مره تصالحني ومره ما تصالحنيش، مش عارف انا. لا، بنروح فاصل وراجعين.
وبعدنا مكملين مع محمود. محمود إنسان قريب من القلب كتير، والابتسامة ما بتفارق وجهه، وبمدة قصيرة قدر إنه يكسب قلوب جميع المشتركين ولجنة التحكيم طبعاً إلا وائل. وائل ما عم بقتنع بالمحتوى اللي بيقدمه محمود أبداً. وائل أبويا بيسلم عليك وبقول لك واحدة واحدة عليك. عجبني الفكرة إن أنت نازل بعفوية. المحتوى يعني الإبداع برضو يعني ما عجبنيش. انا ما اعرفش، يمكن ان انا من عيله كوميديه شويه. ف لا انت زعلان مني والله. لا والله ما زعلان منك والله، انك تشتغل اكتر وأكتر ان شاء الله. بس الكونتنت انا شايفه مش حلو ولا ضحكني. انا مستغرب جدا من الكومنتس بتاعتهم، مش عارف شافوا ايه بيضحك في الفيديو. يعني all in all يعني ده ممكن يكون الحمد لله احسن فيديو شفته لك. الحمد لله. ممكن اقول ان ده فيديو سيف، بس ما اعرفش ليه بحس انه ما اعرفش، مش عارف مش عارف مش عارف. يعني انا هو اكتر مشترك محيرني في العالم في العالم في العالم. شو غريب انت يا وائل، الكل فهم الفيديو الا انت. فما حسيتش انه، حتى كمان اللي في الاخر ده كان تنمر. انت ممكن تكون واحد متضايق وقلت له معلش. يعني هو عم يحكي كيف الاهل اثروا على ابناء على ابنائه، بس لازم بردة فعل مرة مواضي. طيب بس انا ما وضحتليش الفكره. يعني في الاخر كان اتعملت بطريقه يا ريت فينا نترجم الاراء بالعلمات. ما يهمك يا محمود، اكيد جاي الوقت اللي رح تبهر فيه وائل. وعلى كل حال يارا اعطت وائل بلوك بزيادة. تركي البلوك لوائل. وائل بيعمل بلوك على بلوك الوائل صراحه. احرى صراحه. حلقتنا انتهت لليوم، اشوفكم بكره. تصبحوا على الف خير.